أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرسل فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. نشر في موقع الهيئات مسلحون يختطفون معاونا طبيا ويصيبون أحد أقاربه شمال شرق بعقوبة. وفي المدى نطالع حجز أموال 4257 من أركان النظام السابق حتى الدرجة الثانية. ونطالع في كتابات نقاش أمريكي، هل كان داعش سيظهر لو لم تغزو الولايات المتحدة العراق؟ نطالع في الجزيرة نت، إغاثة الغوطة تفشل والمجازر تستمر. تتصفح في العربي الجديد، معاناة المدنيين في الغوطة تتفاقم ونفاذ الأغذية والأدوية. ونشر في القدس العربي، الكويت تبحث مع واشنطن ترتيبات قمة خليجية أمريكية في مايو. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة، تراشق روسي أمريكي باتهامات حول فشل وقف النار في سوريا. أهلا بكم. في ظل هذا الاختلال الصارخ في نظام البلد والانقلاب في المنظومة الأخلاقية للحقوق والواجبات، أصبحت جماعات الفشل والفساد لديها نظام سري محكم شبيه بنظم الأحزاب الشمولية أو نظم المافيات بحسب الكاتب مجد السمرائي في صحيفة العرب اللندنية، حيث يضيف أن أحزاب السلطة في العراق اختطفت منها الشكليات في طريقة الوصول إلى الهدف وهو السلطة، وتركت المعايير الحقيقية للعمل السياسي للآخرين، لأن أبسط تلك المعايير على مستوى التكتلات في العراق ولا نسميها أحزاباً ما عدا حزبي الدعوة والإسلامي العراقي هي الاعتراف بالفشل أمام الجمهور الداخلي والموالين وأمام مصدر السلطات الشعب العراقي. كانت اللعبة الأمريكية التي استلمت مفاتيح طهران فيما بعد قائمة على مشروع طائفي تفتيتي للعراق يكون فيه الحكم للإسلام السياسي الشيعي بمساندة الإسلام السياسي السني، وما عداه تتشكل جماعات نفعية مصلحية أثبتت قدرات متميزة في السرقة والفساد. وخلال السنوات الماضية افتضحت أمور الكثير من السراق والفاشلين، لكنهم مروا في الانتخابات بسلام بل بتزكيات عالية، لأنهم زايدوا في شعارات محاربة الإرهاب والبعثيين، وهي شعارات قدمت خدمة للمشروع السياسي الطائفي الشيعي، وكان هذا هو المطلوب. لا يهم أن يكون هذا المتصدر سنياً أم كردياً أم تركمانياً، وهذا ما فتح الأبواب لتتحول تلك المجموعات مع مرور الأيام إلى كيانات رصينة لديها إمكانيات وقدرات بشرية ومادية وإعلامية، حيث أصبحت لديها قنوات فضائية هي تصرف عليها الملايين من الدولارات، إضافة إلى الدعم الإقليمي. كان التاجر والمرابي المدعي للسياسة يظهر في وسائل الإعلام محارباً للإرهاب والبعثيين. فيما بعد تنظيم الدولة لتمرير مقبوليته السياسية كانت اللعبة مزكاة من قبل واشنطن وطهران. ويضيف الكاتب، حزب الدعوة لم يستطع أو لا يريد أن يحاكم أو يراجع تجربته في السلطة التي تلعت كوادره واحداً بعد الآخر، حيث تحولوا إلى حكام جبابرة تعج سجونهم ومعتقلاتهم بالأبرياء، ومن يجرؤ على التقرب من حدود المنافسة يتم إهانته حتى وإن كان ضمن مشتركات المذهب والطائفة. مع أن قرع الطبول الانتخابات بالعراق وبدأ الساسة يتنازعون حول من يتحالف مع من وأي المكونات صالحة للاستخدام كشعار في الحملات الانتخابية، حتى طفت على السطح مأساة النازحين
التي أرادوها مطمورة تحت ركام المباني المهدمة، صار إيجاد حل لمأساة النازحين مطلبا انتخابيا، فكانت النتيجة تحويل النازحين ضحية انتخابية. تبدلت مأساة النازحين حقيقة من العيش في المخيمات إلى مأساة بشكل آخر، حيث سارعت الحكومة متمثلة بالقوات الأمنية وميليشيا الحشد الشعبي بتطبيق سياسة العودة الإجبارية، وذلك بحسب مقال للكاتبة هيفا زنجنة في صحيفة القدس العربية. من بين الشروط التي أكدت عليها منظمة الأمم المتحدة في العراق كجزء من الحل المطروح لمعالجة قضية إعادة النازحين وبالتالي جمع الموارد لتحقيقها أن تكون العودة طوعية وآمنة ومستدامة، إذا ما أريد تحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل، فعودة النازحين لا تعني مجرد العودة إلى المنازل وإنما العودة إلى المجتمع، وإن كانت الآثار التي تركتها السنوات الماضية لا تزال موجودة في جميع أنحاء البلاد، مدن متضررة بشدة ومجتمعات مشتتة وجيل من الأطفال معرض لخطر الضياع ووجود نحو 6.2 مليون نازح، تمثلت استجابة الحكومة لنداءات النازحين وتفاصيل حياتهم المأساوية المطبوعة والمصورة بإطلاق التعهدات، وخلال ضجة التصريحات والتعهدات والتوظيف السياسي للعديد من المآسي تصاعدت أصوات نازحين محتجين بطريقة مختلفة عن السنوات الماضية. ففي السابق كانت السياسة الشائعة هي منع عودة النازحين إلى مناطقهم بعد انتهاء الاقتتال بسنوات كجزء من سياسة التغيير الديموغرافي لتلك المناطق، بينما تقوم السلطات الحكومية الآن بإجبار النازحين على مغادرة الخيم عن طريق قطع الدعم بشكل كامل عنهم، أي حرمانهم من المواد الغذائية والوقود. وفي حال لم يفهم ساسة الحكومة العراقية معنى العودة الآمنة ولما يجب الامتناع عن سياسة الإعادة القسرية، يوضح لهم الأمين العام للمجلس الدنماركي للاجئين كريستيان فريزباخ أن العودة الآمنة والمستدامة تعني أنك تستطيع العودة إلى منزلك بأمان وأن تكون آمناً وتحصل على المياه والتعليم والمساعدة الطبية، ومع غياب حل أمني و سياسي مستقر وضمانات وإعادة إعمار أيضا لا يسعنا وينبغي علينا إلا أن نرغم الناس على العودة. حقيقة أن استخدام حياة النازحين كورقة لعب يتسلى بها ساسة الاحتلال سيجر البلاد وما حولها إلى ما هو أعمق من الهوة الحالية حسب المقال. يمكن الربط بين كلام ولايتي و حملة الكراهية التي شنها أقطاب في أحزاب الإسلام السياسي خصوصا الشيعية ذات العلاقة الوثيقة بإيران ضد المدنيين والليبراليين والشيوعيين، وهي حملة لم يتردد رئيس الوزراء السابق الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نور المالكي في الخوض بها في ردة فعل غاضبة على أقوى حركة احتجاجية شعبية في تاريخ العراق، وهي التي تتواصل أسبوعياً منذ منتصف 2015 وتطالب بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتوفير الخدمات العامة ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة ومساءلة المسؤولين. كتب عدنان حسين يتناول النفوذ الإيراني في العراق بمقال نشرته صحيفة المدى. عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية انطلقت في الحال حملة تنديد بتصريحات ولايتي بوصفها تحريضاً صريحاً ضد تيار سياسي واجتماعي وطني وتدخلاً في الشأن الانتخابي. وقبل أن تهدأ هذه الحملة اشتعلت أوتارها من جديد بدرجة أكبر مع كلام آخر لمسؤول إيراني كبير أيضاً استفز أوساطاً من العراقيين الذين هالهم أن يتجرأ مسؤول في دولة جارة ليعلن أن الطبقة السياسية الحاكمة في العراق ليست سوى تابعة لدولته. هذا المسؤول هو عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية الإيرانية رحيم بورآزغدي، الذي قال في مقابلة تلفزيونية: إيران هي من قتلت رئيس النظام السابق صدام حسين بعد سعي الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاظ به، مبيناً أن جماعاتنا قامت بشنق صدام حسين وليس الأمريكيين، إذ أن قوات الثورة الإسلامية أعدمته، مضيفاً أن هناك 5 دول تخضع للنفوذ الإيراني هي سوريا ولبنان والعراق وفلسطين وأفغانستان.
من حيث لم يرد أصحابها، رفعت التصريحات الإيرانية من منسوب الوطنية العراقية وشددت من مشاعر التبرم حيال تنامي النفوذ الإيراني في العراق. يبدو أن الإيرانيين قد أدركوا جيداً قبلاً أيضاً الموقف الشعبي العراقي الكاره لهذا النفوذ، فجاءت التصريحات تعبيراً عن استشعار النظام الإيراني خطر تصاعد الوطنية العراقية وتراجع سمعة ونفوذ الأحزاب الإسلامية المقربة من إيران وحليفتها والتابعة لها. والأرجح أن الانتخابات الوشيكة ستعطي المؤشر الأوضح على هذا بحسب الكاتب. هل يرفع الأكراد الشرعية عن حكومة بغداد؟ سؤال طرحه الكاتب إياد الدليمي في مقال بصحيفة العرب الجديد. فماذا يمكن للقيادات السياسية العراقية الكردية أن تفعله؟ هل تقدم على الانسحاب من العملية السياسية في العراق وبالتالي رفع الشرعية عن حكومة بغداد، خصوصا أن هذه العملية برمتها باتت اليوم معارضة أكثر من أي وقت مضى لمتغيرات كبيرة وكثيرة، لعل من أبرزها التناحر والاختلاف الكبير بين أبرز شركاء العملية السياسية؟ التحالف الذي كان يوصف بأنه استراتيجي بين الأكراد والشيعة عصفت به رياح التغيير والمصالح، وما عاد له وجود ليس الآن وإنما منذ بدء رئيس الوزراء العراقي السابق نور المالكي حربه ضد الأكراد، وهي الحرب التي تكللت أخيراً بما أقدم عليه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي من قطع كل خطوط التواصل بين الإقليم والعالم، بعد أن حضر الطيران الدولي إلى مطاري أربيل والسليمانية ناهيك عن إجراءات مالية وسياسية وعسكرية كثيرة اتخذتها بغداد في أعقاب إجراء الأكراد للاستفتاء على الاستقلال في سبتمبر أيلول الماضي. سابقاً كان الخلاف في العراق سنياً شيعياً غذته إيران وأطراف أخرى بدعم الطرفين، وهو خلاف سالت فيه دماء عراقية بريئة كثيرة لكنه لم يترجم سياسياً، فلم ينسحب العرب السنة من العملية السياسية ولم يتمكنوا من رفع غطاء الشرعية التي منحوها لحكومات طالما اتهموها بأنها طائفية وإقصائية وأنها استهدفتهم باعتبارهم مكوناً عراقياً أصيلاً، ونفذت الخطة تلو الخطة لتغيير ديموغرافي واسع في العراق. ويضيف الكاتب: لا يعدو تهديد الأكراد بالانسحاب من العملية السياسية أن يكون محاولة أخيرة للضغط على بغداد، فليس لدى أربيل أي أوراق ضغط في ظل الدعم الكبير الذي حصل عليه العبادي في إجراءاته ضد الإقليم الكردي منذ الاستفتاء، وبالتالي فإن العملية السياسية العرجاء في العراق ماضية على الرغم مما جرته للبلاد من ويلات وما أسهمت فيه من خراب لم يقتصر على العراق وحسب وإنما على الإقليم برمته. بعد الأسابيع من القصف البربري الذي لا يفرق بين طفل وكبير ما أدى إلى استشهاد مئات المدنيين، عمد جيش الأسد بمساندة من حلفائه في اجتياحه البري للغوطة الشرقية إلى سياسة الأرض المحروقة، وهي استراتيجية روسية معروفة، ما دفع بالسكان إلى الهروب نحو وسط الغوطة والمسلحين المعارضين بالتراجع إلى الوراء. الكاتب محمد أبو رمان يصف ما يجري وجرى من مذبحة في الغوطة بمقال في صحيفة الغد الأردنية. بالنتيجة الهدف هو استعادة الغوطة، وسوف يتم ذلك عاجلاً أم آجلاً، لأن الحل السياسي متعطل ولأن المعارضة المسلحة أصبحت بلا متاريس أو دعامات، وما حدث في حلب سابقاً أو حتى في المدن التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة مثل الموصل والرقة يؤكد أن سياسة الحصار والأرض المحروقة ستنجح في النهاية، لكن بكلفة إنسانية باهظة. لماذا لا يخرج الناس من الغوطة؟ لأنه لا توجد أي ضمانات إنسانية أو قانونية أو أخلاقية، ولا توجد أي جهة يمكن أن تعتني بهم، فهم يقعون بين أنياب النظام الذي سيستمر في معاقبتهم بعد الخروج. حرب الغوطة تلخص المأساة السورية، فالحلفاء والأصدقاء الكاذبون المخادعون في المنطقة والعالم تخلوا عن المقاتلين المسلحين، والمصالح تلعب الدور الأكبر، والأهم من هذا وذاك
أن هذه الحرب تثبت أن إيران هي الرقم الأصعب والصحيح فيما يحدث في سوريا والعراق، وأن قاسم سليماني هو صاحب القرار، وأن المصالح الروسية الإيرانية ما تزال صلبة عصية عن التفكك. لو كان هنالك فعلا توافق وطني أو مشروع وطني سوري يقف وراء المعركة في الغوطة لقلنا أن هنالك شبهة بأن تكون حرب تحرير، لكن المشروع وراءها إقليمي والقرار إقليمي والمسحة طائفية والمقاتلين من السكان المحليين والتخيير بين الفتك والإذلال والتشريد والتدمير، والأطفال والمدنيين هم من يدفعون الكلفة الكبرى بحسب الكاتب. المشهد الانتخابي الراهن في لبنان يتناقض مع هذا الاتجاه التاريخي، يوهم بالأحرى من جهة، وكان ثم التحول ديمقراطي جذري سيقلب الصورة النمطية التقليدية المتوارثة للانتخابات اللبنانية، بينما يفصح من جهة أخرى عن زيف الشعارات السائدة ومخادعاتها، كاشفا هشاشة المفهوم الديمقراطي المتداول والتباسه وفراغه من مضمونه الحدثي، مؤكدا استمرار هيمنة العقل القروسطي حسب ما يصف الكاتب على السياسة اللبنانية، وترددها في الانخراط بالمنظومة الحداثية بما تعنيه من انتماء مواطني ومساواة مدنية وحقوق إنسان بحسب الكاتب كرم الحلو في مقال بصحيفة الحياة اللندنية. تبرز لامبالاة شرائح واسعة من اللبنانيين إزاء الانتخابات وعدم اكتراثهم بما ستؤول إليه، إذ ليس ما يؤرقهم انتقال كرسي نيابي من زعيم لآخر من النمط التقليدي إياه من دون تغيير في الرؤية والتوجه أو انتقالها إلى وريث يقتفي خط السلف الصالح، بل إن ما يؤرق هؤلاء أو نخبهم المتنورة على الأقل يتمثل في تلك الأسئلة التي لا تفتأ تلاحقهم دون أن يجدوا لها أجوبة تبدد القلق الذي يكابدونه. فلماذا يبقى القرار السياسي في لبنان رهناً بالإقطاع الطائفي والعائلي المهيمن منذ القرون الوسطى، رغم الكم الهائل في أعداد الجامعات والأكاديميين؟ لماذا كل ذلك القصور التاريخي في الاندماج الاجتماعي وفي تشكل الهوية المواطنية؟ لماذا يظل الانشطار والازدواجية يهددان بنانا الاجتماعية، وتبقى حداثتنا السياسية زائفة ومخادعة مفرغة من قاعها العلماني، وتبقى ديمقراطيتنا مبنية على قاع قروسطي؟ ويضيف الكاتب: أليس هذا ما آل إليه القانون الانتخابي الجديد الذي استنزف سنوات من الجدل والمخاض ليعيدنا إلى القرون الوسطى وتسوياتها الطائفية البائسة، بعيدا عن مبادئ الحداثة السياسية وقيمها وأعرافها، مكرسا الارتهان السياسي والاجتماعي والمدني للطائفية والمذهبية. أهلا بكم الجديد. بعيدا عن السياسة، لم يترك نقص المياه الناجم وعن قلة الأمطار للصيادين في الأراضي الرطبة بهور الجبايش في محافظة ذي قار والفاو في محافظة البصرة جنوب العراق خيارا آخر سوى ترك القوارب التي كانت في الماضي مصدرا أساسيا للرزق للكثيرين منهم. ويمكن بنظرة فاحصة وسريعة عن كثب مشاهدة
قوارب الصيد رابضة بلا حراك في المياه الضحلة، الأمر الذي يشي بحجم التهديد لصناعة القوارب القائمة هناك منذ قرون، كما جاء في تقرير لصحيفة العرب اللندنية. ويغطي الغبار القوارب على الأرض التي انحسرت مياهها بعد أن كانت في الماضي غنية بالأسماك وغابات الخيزران التي تمثل مأوى للطيور المهاجرة، لكنها أصبحت الآن جذوع عيدان ترى من بعيد مثل ذكرى شاحبة في الأفق. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.